فأهل السنة في باب الأحكام وسط بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا يجزمون بثبوت الوعيد لأحد. انتبهوا لهذه النقطة، ما معنى لا يجزمون بثبوت الوعيد لأحد؟ يعني يقولون إن الله عز وجل يعفو عن جميع أهل الكبائر. بعضهم يقول هكذا، الله يعفو عن جميع أهل الكبائر، وبعضهم يتوقف يقول قد يعفو الله عن جميع أهل الكبائر فلا يدخل أحد من أهل الإسلام النار، وقد يعذبهم وقد يدخل بعضهم، وهذا كله خطأ كما سيأتينا في كلام أهل السنة والجماعة من الصواب. وبين الوعيدية القائلين بنفوذ الوعيد في أهل الكبائر بأفرادهم، وأنهم يخلدون في النار، ويقولون كل مرتكب للكبيرة يدخل النار ولا بد، ومن دخل النار لا يخرج منها. وعندهم ليس هناك أناس يجمع لهم بين العذاب ابتداء والنعيم انتهاء، بل الناس أمة منعمون ابتداء وانتهاء، وإما معذبون ابتداء وانتهاء. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، يؤمنون أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار إن دخلوها عدلا، ويجوز عندهم أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار أصلا فضلا. انتبهوا لما أقول، ويؤمنون بما دلت عليه الأدلة من أن بعض العصاة من الموحدين سيعفو الله عنهم بفضله، وأن بعض العصاة من الموحدين سينفذ فيهم الوعيد فيدخلون النار، وأنهم سيخرجون من النار، ولهم في خروجهم أحوال، منهم من يخرج في أول الدخول، ومنهم من يمكث مدة لكنهم لا يخلدون في النار، وسيأتي إن شاء الله. فيجمعون بين نصوص الوعد والوعيد، هذه قضية مهمة جدا في هذا الباب. مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الرحمن، لكننا نجزم أن هناك من الموحدين الذين يرتكبون الكبائر من يعذبون في النار، ولذلك لا ينبغي للموحد أن يركن إلى كون مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، فإن الأدلة دلت على أن بعض الموحدين المرتكبين للكبائر سيدخلون النار، فما الذي يؤمنه أنه لا يكون منهم وأنه يكون ممن يعفى عنهم؟ ولا يغتر أيضا بأن الموحد يدخل النار ثم يخرج منها، فإن غمسة واحدة لا يطيقها الإنسان، غمسة واحدة في جهنم لا يطيقها الإنسان، فكيف بدخولها؟ وإن جمرة واحدة من جهنم يغلي منها الدماغ، فكيف بدخولها؟ والعياذ بالله. نعم.